هلا نحن ببيت المهدي المنتظر. اجيت طبعا جاي عشر مواقف بالمترو يعني مشي، يعني طلعت روحي. وشو لقيتوا للمهدي المنتظر مساوينا بكرم فلسطيني من الداخل تحديدا، مساوي لك فول الطريقه الفلسطينيه. طبعا هي بتشبه مثل تقريبا الطريقه المصريه، شايف هاي الملاك؟ هذا مو الملاك، المهدي المنتظر. اتصل فيني الملاك والله. عم يرد عليك، ما عم تحكي معه. قال لي ليش عم يحكي معي؟ زعلان منه يعني ولا مفوجه هلا؟ جاي بدي احكي بس اخسو. طبعا هلا انا اجيت عنده، انا ضيف صار لي شي 9 ايام. شو مركز على الجماعه؟ اروح سوريا. حسبي الله ونعم الوكيل. ما بتحط له زيت فوق منه برايز مخصوص. يلا سنلتقي في شو؟ حسبي الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. طبعا الكلب اخي من السعوديه صار له 10 ايام كامش لي 200 يورو ما عم يحسن يحول لي اياه هون، عارف شلون؟ وانا عندي مليون الف قصه، مالي حسنان احسن اتصل على سوريا. الله اكبر، هون فينا انا كمان. شايف يا سليمان مناشفه؟ يوم قلت لي ما في ملائكه بالارض هي طلعوا لي انا، والله شايف لك. بس مكتر اليوم يا ابراهيم، ليش؟ تحطهم بالبراد اخسر. يلا سلام، سنلتقي.